أعزائي، يسوع هو الحق، هو الحق في حياته، هو الحق المتجسد. إذا أردت أن تعرف الحق فينبغي أن تأتي إلى يسوع المسيح. هو الحق في كلامه، الحق في رسالته. نعم أحبائي، يسوع المسيح لم يتكلم مجرد كلام قائلا أنا هو الحق. عندما سأل بيلاطس ما هو الحق، وقف أمام هذا الحق المتجسد وذهب إلى الخارج، قال لم أجد علة في هذا الإنسان، لأنه شعر أمام الحق المتجسد، شخص يسوع المسيح. رسالته رسالة حق، كلامه كلام حق، حياته كانت تتميز بالحق، وكل ما فعله كان بيعلن إنه هو الحق.